نقطة أنا حابة أرجع لورا نقطتين. بعض الشباب يعني إلا من رحم ربي مش عارف سوق العمل أين متجه، يعني يدرس تخصص ما له حاجة، يعني يدرس لك تخصص أبدا أبدا لا يتناسب مع سوق العمل. يمكن في كتير ناس يعني بيوصلوا لمرحلة الجامعة ما بيعرفوا إنه شو هو التخصص اللي بدهم يدرسوه، فهن يمكن عم يتبعوا مبدأ الأكثرية إنه الأكثرية عم تفوق على مثلا صديقي العمل. راح صديقي تخصص هالتخصص يلا خليني أتخصص، أمي قالت لي، الوالد قال لي، فهذا ما يساعد إنه يصير عندنا كمية وعدد من يعني مثل ما يقولون الباحثين عن عمل مش عارفين وين متجهين. لذلك انا يعني اشيد انه يكون في خطوه ما قبل يعني الثانويه، حتى اني انا اعرف وين سوق العمل متجه، وين احتياجات الدوله، بغض النظر احنا نتكلم عن الامارات او دول الخليج او دول العالم العربي، اين دولتك متجهه، شو اللي انا اتخصصه وشو اللي ادرسه عشان انا فعلا اني انا اكون مؤثر، مش مجرد اني انا حملت شهاده. ومن ثم في بعض الناس شو اللي يسوي؟ يدرس يشتغل في عفوا يشتغل، فلنفرض نرجع مره ثانيه لمثالنا، ليلى اشتغلت في قناه الان. بعد فتره اي لمدير القناه اقول له والله انا جبت شهاده رقوني. طيب انا مش محتاج الشهاده هذه، او الشهاده اللي انت جبتها ما محتاجينها حاليا في المؤسسه، لا جبت شهاده رقوني. نعم. فشايفه ان احنا هنا نتكلم عن لازم يكون في نوع من انواع توحد الفكر ونوع من أنواع توحد الاتجاه حول النواة.